الله إليكم، تقول ما حكم البلغم المستمر في رمضان؟ هل يجب إخراجه؟ وهل فيه قضاء إذا لم أستطع إخراجه لظروف؟ البلغم إذا كان وصل إلى الفم يجب إخراجه ولا يجوز ابتلاعه، فإن تعمد ابتلاعه بعدما وصل إلى الفم فإنه يفطره لأنه ابتلعه متعمد. أما إذا كان لم يخرج إلى الفم إنما هو في الحلق فقط فإنه لا يجب إخراجه ولا ينقض الصوم. ولا ينقض الصوم، لا يجب إخراجه ولا ينقض الصوم ما دام أنه لم يصل إلى الفم. نعم. بعض الصوام شيخ يتكلف في سحبه وإخراجه، ما هو لزوم، لا يكلف نفسه، إن وصل إلى فمه وجب عليه كفله. نعم. وإن لم يصل إلى فمه فإنه لا يكلف إخراجه. نعم. صلى الله عليه وسلم. إن شاء أخرجه وإن شاء ترك. نعم.